في رأيي الأمر كما ذكرته تماما. لا زلنا نجهل كم حققنا وكم دمرنا هنا، فأعتقد بأننا سنتوصل إلى ذلك عندما يبدأ الهجوم في رفح. حاليا حزب الله يقف وقفة صارمة، و أعتقد بأن أذرع إيران في العراق يبدو بأنها قد أبطأت من وتيرة هجماتها ضد الأمريكان منذ أن بدأت أمريكا في أن تهاجم. أعتقد بأن هناك مزيدا من أحاديث التنسيق العسكري جارية الآن في العراق حول مغادرة القوات الأمريكية، والحوثيون يقومون بذات الأمر. فإذا أعتقد بأنه في مؤشر الاستقرار في المنطقة واحتمالية نزاع في المنطقة، لا أعتقد بأن الأمر قد تصاعد خلال الأيام العشرة المنصرمة، ولكن فلنتريث ولنرى ما الذي سيقوم به الإسرائيليون في رفح. إذا قاموا بكل ما ينبغي من الإعدادات بإخلاء المدنيين وتقديم السكن لهم والغذاء والماء والرعاية الطبية لأولئك المدنيين المخلون، فإذا وإذا قاموا بدقة بالتوجه إلى رفح وأجروا عمليات محددة وجراحية ضد حماس، هنا ربما سيبقى هذا الموقف ثابتا مستقرا. وأما إذا تصرفوا برعونة تجاه المدنيين في رفح ولم يقدموا لهم الغذاء أو الماء أو الرعاية الطبية والمأوى الذي هم بحاجة إليه، إذا كان لإسرائيل اعتباطا أن تغزو رفح أو أن تطلق كل هدف أمامها دون ما أي اعتبار لما يقومون به حقا، فهنا بإمكاني أن أتوقع ثورة في هذه المنطقة ومن جانب الولايات المتحدة حقيقة، وأعتقد بأنها ستقوم بزعزعة الاستقرار.